واصل معكم مشاهدينا الكرام سيرة ومسيرة، سلسلة تقارير تتحدث عن كثيرين جدا قدموا للأغنية السودانية وشكلوا وجدان الكثيرين من المستمعين والذين يستمتعون بالطرب السوداني الجميل، وأضافوا أيضا لمكتبة الأغنية السودانية مع زميلة إيمان كبلوا لها التحايا والتقدير. سيرة ومسيرة اليوم عن عبد العزيز محمد داود. قلبي الشيل تجيبي يا لا لا هي يا لا لا هي عبسك بي لو هو صاحب النكتة والطرافة، رجل حباه الله بمحبة الجميع. عبد العزيز أبو داود من عمالقة الطرب والغناء في السودان، ولد في مدينة بربر عام 1930 وتلقى تعليمه في إحدى خلاوي بربر. توفي والده وهو صغير، الأمر الذي صنع من أبو داود رجلا قبل أوانه. حبيبي أنا في انتظارنا، أنا في انتظار عطفك مرت علي سنين، أوعدني بنظرة وخليك علينا حنين. أنا حبيبي أنا في انتظارنا. عامل بالتجارة ولكن الغناء كان يجري في عروقه منذ نعومة أظافره، فقد كان صاحب صوت عذب يتلو القرآن بخشوع وتدبر وطراوة. لاحظ شيخه في الخلوة فعلق على صوته بأنه جميل وسوف يكون له شأن كبير. من زمان أنا من زمان من زمن مستني عودة قلبي راحل، كنت أبكي بليه وبدم الرسائل. كان أبو داود يستمع لكبار الفنانين آنذاك مثل كرامة وسرور والأمين، فكانت تلك بداية الشرارة لمشوار حافل بروائع الفن والطرب الأصيل. كل كلمة حملني يفيض يغمر صدوري، كل حرف كتبته من أعماق شعوري. وكل حرف كتبته من أعماق شعوري. في عام 1949 ولأول مرة في الإذاعة السودانية سجل أبو داود أغنية زرعوك في قلبي، وهي من كلمات محمد علي عبد الله وألحان الموسيقار بوراي محمد ضفع الله. زان شباب الحياة والعفاف، زان شباب الحياة والعفاف، زان شباب الحياة والعفاف. طبعنا فيه ودائما بخاف، غبت عني انت الوصال. أعرف عنهم أنه شديد الدقة في اختيار النص الغنائي الجميل، فغنى باللهجة السودانية العامية وباللغة العربية الفصحى، كما تعاون مع شعراء خارج السودان مثل أغنية هل أنت معي للشاعر اللبناني الياس فرحات. ما بفيد الأسى والنواح، كيف يفيد الأسى والنواح.
الإنسان والنار ما بيفيد الإنسان والنار. هو شخصية مرحة واجتماعي في علاقاته مع الآخرين، عرف عنه ولعه بالدعابة والطرافة، وعادة ما يستهل حفلاته الغنائية بإلقاء بعض النكات والطرائف على الجمهور، وكان يحمل في يده أثناء الغناء علبة كبريت ينقر عليها بأصابعه أثناء الغناء. مساء الخير يا أمير، يا الحب شغل الضمير، أنا غير ما علي سمير. أثرى تجديد أغنيات الحقيبة التقليدية في السودان بطرق جديدة من خلال الآلات الموسيقية الحديثة، بالإضافة لأغانيه الخاصة والتي لم تخرج كثيرا عن خط الحقيبة. انت منظر يفرح رؤاك، انت ديما الخير في خطاك، في خطاك يا ملاك. اي والله بهذا الإبداع المتربع على قلوبنا رحل الفنان عبد العزيز محمد داود عام 1984 تاركا إرثا من روائع الفن السوداني. من أول نظرة رشقتني عيونه، رشقتني عيونه.